الموجز التربوية، أهلا بكم. استجر فرع المؤسسة العامة للطباعة في حماة أكثر من 80% من حاجة المحافظة من الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد. هذا وأكد مدير فرع المؤسسة أن الفرع استجر ما يزيد على 2 مليون كتاب مدرسي لمختلف المراحل التعليمية، وقام بتوزيعها على المستودعات الرئيسية والفرعية بمختلف مناطق المحافظة، منوها إلى أنه يتم حاليا تزويد المدارس بحاجة من الكتب المدرسية بعد التدقيق في سجلاتها، إضافة إلى تزويد المدارس الخاصة البالغ عددها 14 مدرسة ورياض الأطفال، مع تأمين حاجة المدارس من الكتب المدرسية وعلى دفعات من الصف الأول وحتى الصف التاسع الأساسي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، ولا سيما بمنطقتي سنجار وأبي الظهور. يواصل طلاب الشهادة الثانوية امتحانات الدورة الثانية الإضافية بكل يسر وسهولة، حيث قدم طلاب شهادتي الثانوية العامة العلمية والأدبية مادة التربية الوطنية التي اتسمت بالوضوح والدقة والتنوع والشمولية ومراعاتها للوقت المخصص لها وللمستويات المختلفة للطلاب. ختام الموجز، تفاصيل أوفى تتابعونها في نشرة 5:30. إلى اللقاء.